ثلاثة أسباب وراء حشد إثيوبيا لقوتها العسكرية في إقليم سد النهضة. في ظل تصاعد التوتر بصورة غير مسبوقة بين مصر والسودان من ناحية وإثيوبيا من ناحية أخرى، كشفت مصادر عسكرية سودانية عن سبب حشد إثيوبيا لقوتها العسكرية في إقليم سد النهضة. وكان السودان قد أعلن أنه قد يلجأ إلى إعادة النظر في سيادة إثيوبيا على إقليم بني شنقول قمز الذي يقام عليه سد النهضة حال استمرت أديس أبابا في التنصل من الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية 1902 التي كما رسمت الحدود بين البلدين ومنحت إثيوبيا أرض بني شنقول التي تنشئ عليها السد الآن، ألزمتها بعدم إنشاء أي أعمال على النيل الأزرق. وحسب تصريحات المصادر العسكرية السودانية التي تناقلتها وسائل الإعلام، فإن أديس أبابا تسعى للسيطرة على الاشتباكات في إقليم بني شنقول بعد تصاعد التوتر بين قبائل القمز، هو الإقليم الموجود فيه سد النهضة المبني على النيل الأزرق الرافد الأكبر لنهر النيل. وأوضحت المصادر العسكرية أن الميليشيا الإثيوبية المنتمية لقومية الأمهرة وصلت إلى المناطق الحدودية القريبة من منطقة الفشقة السودانية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن التعزيزات الإثيوبية داخل إقليم بني شنقول الإثيوبي لم تدخل الأراضي السودانية أو تعدت على السيادة الوطنية. وتبني إثيوبيا سد النهضة في ولاية بني شنقول المتاخمة للحدود السودانية، وهو السد الخلافي الذي أثار أزمة كبيرة بين مصر والسودان وإثيوبيا بسبب أثاره الكارثي على إمدادات المياه لدولتي المصب مصر والسودان. وترفض إثيوبيا توقيع اتفاق عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، الذي أكد المسؤولون الإثيوبيون في أكثر من مناسبة أنهم يعتزمون البدء في الملء الثاني لسد النهضة خلال يوليو المقبل تزامنا مع الفيضان السنوي. وفي المقابل قرر الجيش السوداني تعزيز قواته العسكرية المتمركزة قرب حدوده مع إثيوبيا. وتابعت المصادر أن الحشود التي وصلت إلى إقليم بني شنقول ربما تأتي في إطار الدعاية الانتخابية أو لطمأنة المواطنين من قبائل الأمهرة مع اقتراب موعد الانتخابات لكسب أصواتهم، أو من أجل ترهيب عصابات الشفتة المتمردة على حكومة أديس أبابا التي تنتشر في أجزاء من أراضي السودان وإثيوبيا. وتجرى الانتخابات على منصب رئيس الوزراء في إثيوبيا في 21 من يونيو الجاري بعد تأجيلها أكثر من مرة. وأكدت المصادر عزم الجيش السوداني استعداده للسيطرة على منطقة الفشقة التي كانت تحتلها العصابات الإثيوبية بدعم من نظام أديس أبابا خلال أكثر من ربع قرن. ومن جانبه حذر الخبير السوداني في القانون الدولي أحمد المفتي من حدوث حرب برية بين إثيوبيا والسودان بسبب الأرض التي يبنى عليها سد النهضة الإثيوبية. وطلب الخبير السوداني في القانون الدولي مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل لإعادة إقليم بني شنقول المقام عليه سد النهضة الإثيوبية للسيادة السودانية تفاديا لاندلاع حرب برية بين السودان وإثيوبيا، مبررا ذلك بمخالفة أديس أبابا لاتفاقية 1902. وقال المفتي إن السودان سبق له أن ترك إقليم قبيلة إلى إثيوبيا عام 1957 من دون حرب، وعلى أمريكا ومجلس الأمن حمل إثيوبيا على رد إقليم بني شنقول تفاديا لاندلاع حرب برية، موضحا أنه تنفيذا للمادة الرابعة من اتفاقية 1902. ووفقا له طالبت إثيوبيا من السودان عام 1955 رد إقليم قنبيلة إلى سيادتها، والتي تنص تلك المادة على رد ذلك الإقليم لإثيوبيا عند استقلال السودان. وبالفعل اكتمل رد ذلك الإقليم سلميا للسيادة الإثيوبية عام 1957. وأضاف الخبير السوداني في القانون الدولي فإن المادة الثالثة من تلك الاتفاقية تنص على منح إقليم بني شنقول السوداني إلى إثيوبيا بشرط عدم إقامة أي منشأة مائية على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السباط إلا بموافقة حكومة السودان. وأوضح أن إثيوبيا أخلت بتلك المادة ولم تأخذ موافقة حكومة السودان قبل البدء في تشييد سد النهضة، وتسامح السودان ابتداء مع ذلك ودخل في مفاوضات مع إثيوبيا
لتأخذ مطالبه في الاعتبار، ولكن ظلت إثيوبيا تواصل الإخلال بالتزاماتها، فنفذت الملأ الأول بإرادتها المنفردة ضاربة عرض الحائط بمطالب حكومة السودان ومصر والاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي. وأشار إلى أن أديس أبابا تواصل الإخلال بالتزاماتها القانونية بتجاهل المادة الثالثة من اتفاقية 1902 وتشرع في الملأ الثاني بإرادتها المنفردة، مع أنه ليس لها الحق في تجاهل تلك الاتفاقية لأي سبب من الأسباب، خاصة وأنه قد سبق لها أن اعتمدت على المادة الرابعة منها في استرداد أقليم قنبيلة. وأوضح الخبير السوداني أن السودان ومصر استنفذتا كل الوسائل السلمية لإقناع إثيوبيا بوقف الملء الثاني إلى حين الوصول إلى اتفاق ملزم، إلا أنها لم تستجب، كما أن مجلس الأمن لم يمارس سلطته في تكييف ذلك التصرف الإثيوبي على أنه يهدد السلم والأمن الدوليين، ومن ثم التدخل لوقف الملء الثاني الذي يهدد حياة أكثر من 20 مليون سودانية. وتشير الوقائع التاريخية بأن إثيوبيا وعلى مر العقود ووفق الوثائق قبلت بالحدود المرسومة مع السودان، لكنها ولأسباب سياسية تعلن أنها لا تقبل بالترسيم الذي قام البريطانيون لأنها لم توافق عليه بحسب وصفها. لكن عندما تأتي على طاولة المفاوضات كما حدث في الستينيات من القرن الماضي، تحل القضايا السياسية وتقر بالحدود المرسومة. وآخر اعتراف رسمي جاء على لسان رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق هيلي مريم ديسالين، وهو يقر بما تشهد وتقف عليه تثبته الوثائق التاريخية أمام البرلمان الإثيوبي ودون اعتراض من أحد. وكان الجيش السوداني قد أعاد انتشاره في المنطقة الحدودية المحاذية لولاية القضارف التي تقع فيها الفشقة، وهي منطقة تشهد توترات من حين لآخر جراء نشاط عصابات الشفتة الإثيوبية. وتفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان المنطقة أكثر من مرة، وأكد أن بلاده لن تسمح بالتعدي على أراضيها. وجاءت زيارته على خلفية توغل الجيش الإثيوبي في منطقة الشرق سندس بالفشقاء الصغرى في مساحة تقدر بحوالي 55 ألف فدان، وهي منطقة مشاريع زراعية تخص مزارعين سودانيين. وحسب وسائل الإعلام فإن الجيش الإثيوبي توغل في المنطقة لأن إثيوبيا تدرك أن انتشار الجيش السوداني سيمنع مزارعيهم من الزراعة هذا الموسم والذي يبدأ الاستعداد له في هذه الفترة. وتعتبر المنطقة التي توغل فيها الجيش الإثيوبي من أخصب المناطق الزراعية ويمتلكها مزارعون سودانيون. والفشقة هي جزء من ولاية القضارف ويشقها نهر باسلام إلى جانب نهري ستيت وعطبرة، وتوجد بها أراضي زراعية خصبة تصل مساحتها إلى 600 ألف فدان. وتمتد الفشقة على طول الحدود السودانية الإثيوبية بمسافة 168 كيلومترا، وتقع على مساحة تبلغ 5700 كيلومتر مربع، وهي مقسمة لثلاث مناطق هي الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى والمنطقة الجنوبية. وتتميز أراضي الفشقة بخصوبتها الزراعية اللافتة، ولعل هذا هو السبب الأبرز للخلاف بين الدولتين، حيث تظهر مجموعات من داخل إثيوبيا من حين لآخر للقيام بعمليات نهب، والاسم الأبرز دائما في هذه المجموعات هو عصابات الشفتة.